ورحمة الله وبركاته. معكم لاتي، دائما مع الوصفات السهلة والغير مكلفة. اليوم غادي نشارك معكم هذه الأكلة اللي هي لاباز ديالتها، هما صدر ديال الدجاج، نقبض صدر ديال الدجاج وقطعته دي زيمانسي ورقدته واحد ساعتين بالمكانة قبل ما غنطيبو. قطعته في شوية زيت العود، القزبر معدنوس، شويه ديال الثومه غبره، ودرت فيه الكمون، الابزار، وليقامه ديال الدجاج. انا كنت شريتها ديجا مصوبه، دونك بما انها عندي استعملتها ورقدت هادشي وخليته كترقد. ومن معاه عاوتاني درت معاه الغبره ديال الثومه اللي انا صوبتها في الدار، كرمتها في الدار وطحنتها، ماشي الغبره ديال الثومه اللي كتباع في لي غروند سيرفاس، كتكون شي شويه بارده ما مجهداش. دونك غيكون حاجتنا في واحد الفلفله حمراء ولا الفلفله خضراء اللي عندكم. انا عندي فلفله حمراء هي اللي مفرة عندي، الثومه اللي ما عندوش الثومه اللي هي يعني مطحونه كيستعمل هذه، جوج ريوس ديال الثومه، شويه القزبر معدنوس، ها هي لقامة، هذه لقامة ديال الدجاج، درت منها غير شي شويه، والابزار والكمون والتحميره. دونك كناخذوا الفلفله الحمراء اللي كنقليوها مزيان حتى تدبر، ندير فيها شويه الملحه ونخليوها هكا كتقلى. دونك كنبدا نخلص، انا راكي شويه شفت واحد شويه في الفلافيات، لانني كنت ديجا كنسجل واحد لا فيديو، والبوطه واخا مخلياها انا قطعها، انما قطيت على واحد شويه لو طون اللي كنت كنقول في المكونات. دونك ما يسالش، ماشي غير قطعت واحد شويه ولكن ما يسالش. ها انتم البنات بالصحه والراحه، كنتمنى انها تكون رقتكم. دونك عاد ما رميت الدجاج، تتعب ونقص البوطه قليله، خلو فاش غادي تطيبو مقله ولا شي كاسرول ولا شي حاجه ما تسدوهاش باش ما يطلقش لكم الماء، خلوها في ديك الزويته ديال العود وبقى كطيب. وفي الاخر زينتها بشويه تاع الزيتون، شويه الحامض، واكله شهيه. وكنتمنى كتجربوها وترقكم. الى اللقاء ان شاء الله في فيديو